من نسل ملكي، هي صغرى بنات الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله، وشقيقة الملك محمد السادس، أميرة البيئة والتنمية المستدامة. عند ذكر الجمال والأناقة والذكاء، فالحديث هنا عن الأميرة للا حسناء. برؤية ثاقبة كانت الأميرة الجليلة وراء تطوير الفكر والثقافة والتوعية البيئية في المغرب. رأت النور في 19 من نوفمبر عام 1967 بالرباط، وتلقت تعليمها في المدرسة المولوية إلى جانب أشقائها وشقيقاتها. ومنذ نشأتها الأولى اهتمت بالقضايا والأنشطة الوطنية، خاصة منها المتعلقة بالبيئة. ولا يمكن الحديث اليوم عن الشخصيات الفاعلة في المجال البيئي دون استحضار انخراطها الثابت والتزامها المستمر اتجاه قضايا البيئة والمحافظة عليها، المنطل من إيمانها الراسخ بأن حماية البيئة مسؤولية الجميع دون استثناء. أميرة الرقي والتواضع والعمل الدؤوب. سنة 1999 كلفها والدها المغفور له بإذن الله الحسن الثاني بمهمة الحفاظ على التراث الشاطئي، وقد أشرفت حينها على إطلاق برنامج لنجعل شواطئنا تبتسم، الذي تحول فيما بعد إلى برنامج شواطئ نظيفة، قبل أن يعينها شقيقها جلالة الملك محمد السادس سنة 2001 على رأس مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وإيمانا منها بأن قضية البيئة هي رسالة حضارية وجمالية يتعين على الجميع إيصالها للمعنيين بصورة سليمة وصحيحة، ما فتئت الأميرة للا حسناء تعتبر نفسها أميرة مناضلة اقترن اسمها بثقافة صيانة البيئة والارتقاء بمكانتها وتعزيز الأدوار المجتمعية الكبرى التي تطلع بها من خلال عملها المتواصل وجهودها الدؤوبة في هذا المجال. وتعد صاحبة السمو الأميرة للا حسناء من الرائدات عالمياً اللواتي استطعن تجاوز المسؤوليات الرسمية إلى فضاء الأعمال الإنسانية والتأثير في المجتمعات حول العالم. فلم يقتصر اهتمامها على البيئة في المغرب، بل تجاوزه صوب آفاق إقليمية ودولية، بالنظر إلى أهمية هذه القضية واقتناع سمو الأميرة بأن البعد التنموي يفرض على الإنسان الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها. ولذلك لم يكن مفاجئاً أن يبادر رؤساء الدول والحكومات في إعلان قمة برازيفيل الختامي سنة 2018 سفيرة للنوايا الحسنة للجنة المناخ في حوض الكونغو والصندوق الأزرق والخاص بتعبئة الموارد المالية لمواجهة تغير المناخ، مكانة مرموقة ومتميزة جعلتها محط الأنظار من كبرى المنظمات العالمية التي أضحت تتسابق لتوجيه الدعوات إليها في مناسبات واجتماعات رفيعة المستوى، على غرار دعوات عام 2017 للمشاركة كضيفة شرف في حفل افتتاح المؤتمر العالمي التاسع للتربية البيئية في فانكوفر، حيث ألقت الأميرة للا حسناء خطاباً بمناسبة انطلاق هذه التظاهرة المهمة الرامية إلى تطوير التربية على التنمية المستدامة في العالم بأسره، أوسمة وألقاب ومسار حافل مستمر. وتتويجاً لمسار حياة كاملة كرستها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء لحماية البيئة، وخلال زيارتها إلى اليابان شهر نوفمبر 2018 تسلمت جائزتين مرموقتين، الجائزة الدولية التي تمنحها مؤسسة غوي للسلام للاحتفاء بعمل أو تأثير شخصية من أجل تنمية عالم مستدام يعمه السلام، إلى جانب منحها دكتوراه فخرية من جامعة ريتسومي كانسوزاكا، حدث شكل مناسبة لتعزيز أواصل التعاون بين المؤسسة وهذه الجامعة اليابانية في مجال التربية على التنمية المستدامة. الأميرة للا حسناء حاصلة أيضا على عدة أوسمة، منها وسام العرش المغربي، وسام العرش الإسباني سنة 1989، وسام العرش البلجيكي سنة 2004، وسام العرش المكسيكي سنة 2005. أميرة الإنسانية والعمل البيئي. الأميرة للا حسناء وفضلاً عن اهتمامها بالمجال البيئي كرست جهودها واهتماماتها في مجالات أخرى تنوعت ما بين التعليم وقضايا الأسرة والتنمية البشرية والإنسانية والتقارب بين الشعوب، فترأست مجموعة من المنظمات الغير حكومية كالجمعية المغربية لقرى الأطفال المسعفين والجمعية المغربية لمحاربة أمراض التهاب العضلات والجمعية المغربية لمساعدة الطفل المريض والرئيس الشرفي لجمعية الإحسان ورئيس الرابطة الوطنية لموظفات القطاع العمومي وشبه العمومي، إلى جانب ترأس الجمعية المغربية للأركيولوجيا والتراث لترسم بمداد من ذهب مساراً حافلاً بالعطاءات والإنجازات وتشكل نموذجاً حياً في العمل الإنساني والاجتماعي والبيئي.